يعني اسمك ايه اول؟ اسمي سما. او ايه هي الحاجة؟ مش اي طريق. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا نور محسن ودي قناتي على اليوتيوب. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اي حاجة جديدة انا بنزلها. الفيديو النهاردة مش هكون ان انا قاعدة على الكنبة بقى وبشارككم المعلومات اللي عندي والكلام ده، لا، انا هنزل الشارع. ايوه، انا نازله الشارع اكلم الناس. ده ليه معرفش، بس انا طقت في دماغي، انا وصاحبتي عندها قناه على اليوتيوب، هسيب لكم تحت اللينك بتاعها، واحنا عملنا فيديو قبل كده مع بعض. اليوم كان جميل جدا ولذيذ جدا. في الاول كنا قلقانين وخايفين مش عارفين الناس هتتقبلنا ولا لا، بس اليوم كان تحفه جدا جدا، وان شاء الله هنعمل ايام تانية. وتعرفت على ناس كتير حلوه قوي، بنوتين صغنطتين خالص يعني 13 سنه كده، حلوين قوي قوي. دول كانوا اصلا من القاهره مش من بورسعيد، استأذناهم يعني ان احنا نصور. طبعا انا ما اكتشفتش الغلط اللي حصل دوت، وان الصوت مش واصل اصلا. ما رجعنا البيت يعني وكده بيه مع تاني حد، وديت من اكتر الناس الجميله قوي قوي، ان انا اصلا ما كنتش عايزه اقوم اصلا، كنت حابه القعده معاها. وتعالوا نشوفها. احب اعرف بنفسي، انا نور محسن، عندي قناه على اليوتيوب بتكلم فيها عن التاريخ والعادات والتقاليد. بقعد بقى اجيب الناس من جميع انحاء العالم واقعد اتكلم معاهم عن عاداتهم وتقاليدهم وكده، بس انا مش نازله اتكلم عن ده. انا نازله اقول ان التاريخ احنا بنتعلم منه حاجات، وفي حاجات بناخد منها يعني زي دروس او كده. طيب انت مثلا في حياتك اكيد في تاريخ بالنسبه لك دوت حلو قوي، كان مثلا انت اشتغلتي كتير عليه لغايه ما حققتي الحاجه دي، كان تاريخ كان ايه؟ يعني ما نجاح مثلا معينة. جوازك مثلا كان اعظم تاريخ اكيد. اعظم تاريخ ايه اللي بجد حاجه انت اشتغلتي عليها ايا كان، حتى لو كانت بسيطه واتحققت وحابه ان انت تعيديها تاني؟ عيد تاني؟ فاكيد لا، مش عيد الجامعه يعني، لا. خلاص فتره الجامعه انتهى، ف مفيش اي حاجه ما عنديش اي بجد اي حاجه خالص. طيب ايه اليوم مثلا ما كانش احسن حاجه واتعلمتي منه؟ لا كتير، ايام كتير قوي. كان حاجه بسيطه واتعلمتي منها ايه؟ اتعلمت منها ايه؟ اتعلمت ان انا اكون قويه يعني، بس حلو تمام يعني. الحاجات اللي مش احسن حاجه اللي انت مش عايز تخشي بيها 2023 في شخصيتك انت؟ شخصيتي ان انا ما كنتش برايين. حلو بقى، لان انا اصلا برايين ممكن اقول وشويه كده اقول لا، او شويه كده اقول لا، بعد يعني ما كنتش شخصيتين عموما يعني. ماشي، شكرا جدا ليكي، انبسطت جدا. طيب تعال نشوف بقى البنوته الثالثه. يعني ممكن اليوم اللي انا دخلت فيه الكليه اللي كنت حباها. حلوه جدا الكليه ديت، انت كنت عايزاها؟ جدا. كليه ايه؟ تربيه رياضيه. حلو، اكيد اشتغلتي فيه وكده. طيب ايه اليوم اللي ما كانش احسن حاجه وانت اتعلمتي منه حاجات كتير، وايه الحاجه اللي انت اتعلمتيها منه؟ يعني ايام ثانوي مثلا كنت بحبط كتير، اللي في ناس كتير اللي هو نفسيتها بتتدمر بقى وكده، اللي هو خلاص بيجي عليها وقت قفلت، ما بقتش عارفه تذاكر ولا تعمل اي حاجه وبتاع، فمهم ان الواحد يكمل بعدها بقى وخلاص ما يأسش. يعني الفتره دي اتعلمتي منها ان انت تبعدي عن اي حد محبط، هل ده بقى يعني دي الحاجه اتعلمتيها دي هتقصيها على بقى بيت حياتك؟ اكيد، ما بيعدي على اوقات كده كتير، واكيد ناس كتير برضو نفس النظام كده. ايوه، شكرا جدا ليك يا سما، انبسطتي جدا. باي باي. بصوا، هي الاسئله الناس ما كانتش فاهماها قوي، لان بحس ان الناس بتاخد التاريخ ده كمذاكره او كده، الا من رحم ربي يعني. بس هو بالنسبه لي انا وبالنسبه للناس اللي بتحبه، ان هي قصص احنا بنتعلم منها، بناخد منها عبر. لولا اصلا التاريخ ده كله احنا ما كناش بقينا هنا، ما كانش فيه تكنولوجيا ولا تطور ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. اجي بقى الدور عليكم، انا عايزاكم بقى تقولوا لي ايه اكتر تاريخ انتوا عملتوا فيه انجاز انتوا فخورين بيه جدا، كان في 2020 ولا كان امتى، وايه اكتر حدث كان مؤلم بالنسبه لكم وكان زي كانه نقطه تحول كده في حياتكم واتعلمتوا منه دروس كتير حلوه. ممكن تشاركون الحاجات دي كلها في الكومنتات، ولو عندكم اسئله تانية ينفع نسالها للناس وحابين تسمعوا عنها وكده، فاكتبوها لي برضه في الكومنتات، هبقى مبسوطه جدا جدا. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وشكرا جدا ليكم، مع السلامه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يمسكم اي حاجه جديده.